يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لشخص في العمل أن يسأل عن ترقية له يستحقها؟ هل يجوز لشخص في العمل أن يسأل ويطلب ترقية له يستحقها فيسألها ويطلبها من مديره، أم أن هذا داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة؟ لا، هذا حق له، الترفيع حق للموظف، له أن يطالب به، وهذه ما هي بإمارة، هذه ما هي بإمارة، هذه وظيفة، وظيفة عمل. هل كل موظف أمير؟ لا، الأمير المتولي على البلد أو على الناس هذا الأمير، أما الموظف هذا ما هو بأمير، ما حد يقول إن الموظف أمير. نعم.